السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك غادي نشوفوا الدرس ديال انشينمون دوبيراسيون سور لي نومبر اونتيي اي ديسيمون، العمليه تاع الاعداد الصحيحه والعشريه. يعني غادي نشوفوا الترتيب ملي كتكون عندي واحد سلسله من العمليات مكونه من الجمع والطرح او من الضرب والقسمه. دونك لمن كتكون الاسبقيه وفاش كيكونوا عندي لي بارونتيز كيفاش كنديروا نحسبوهم. دونك غادي نشوفوا الدرس صفحه 12 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات بالنسبه الاولى اعدادي. دونك غادي نبداو كالكول سون بارونتيز، حساب بدون اقواس. سون بارونتيز هي بدون اقواس. افيك دي زاديسيون اي دي سوستراكسيون، يعني الجمع والطرح. اديسيون الجمع، سوستراكسيون طرح. نشوفوا القاعده الاولى. Dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. ملي تيكون عندي واحد الحساب بدون اقواس، عندي واحد سلسله من العمليات ولكن بدون اقواس، نسطر على بدون اقواس sans parenthèse. وفيها عندنا هاد العمليه شنو فيهم؟ فيهم الجمع وفيهم طرح. اذا العمليات كنبداوهم من اليسار الى اليمين، من اليسار الى اليمين. عطاو اكزامبل، عندنا هنايا ناخذوا ليكزامبل الاول. عندنا ا كتساوي لنا 39 ناقص 14 زائد 5 ناقص 9. هنايا عندي واحد العمليه، واحد العمليه مكونه من عندنا الطرح وعندنا الجمع وعندنا الطرح. اذا قلنا اذا الترتيب غادي يكون من اليسار الى اليمين. غنبداو من 39، دونك 39 غنقص منها 14 غتعطيني 25. صافي هذه حسبتها، غادي ندير زائد 5 ناقص 9، يعني غادي نكمل الكتابه. دابا شنو غادي ندير عاوتاني؟ 25 غنزيد عليها 5 غتعطيني 30، غادي نقص منها 9، 30 ناقص 9 21. دونك فوالا هادي قالك لي كالكول سو فون دو غوش ا دروات، يعني الحساب كنديروه من اليسار الى اليمين. ناخذ دابا هنا يعطيونا اعداد صحيحه، هنا عشريه. بي عندنا 7.8 ناقص 5.2 زائد 3.4. اذا هنا عندي واحد العمليه مكونه من الطرح سوستراكسيون او لاديسيون، سوستراكسيون لاديسيون الجمع. اذا الحساب غادي نديروه في الترتيب، يعني من اليسار الى اليمين. يعني غادي نبداو ب 7.8 غادي نقص منها 5.2 غتعطيني 2.6، غادي ندير زائد 3.4. اذا 2.6 نزيد عليها 3.4 غتعطيني 6. فوالا هادي هي بي. القاعده كتقول لنا من تيكون عندي واحد الحساب بدون اقواس وفيه اونيكمون فقط الجمع والطرح، الترتيب غادي يبدا من اليسار الى اليمين. هذه هي القاعده الاولى. غادي نشوفوا القاعده الثانيه باش نعرفوا واحد الحاجه. في لابارتي الاولى حنايا عندنا كالكول سون بارونتيز، يعني حساب بدون اقواس. في لابارتي الثانيه غادي نشوفوا كالكول افيك بارونتيز، يعني حساب مع الاقواس، بالاقواس يعني غيكون الاقواس. دابا حنايا غير في الحساب بدون اقواس، دابا غادي نشوفوا غير الحساب بدون اقواس، عاد نمروا الحساب بدون اقواس. قلنا في القاعده الثانيه هنا في الاول قلنا عندنا الجمع والطرح، دابا هنايا عندنا الملتيبليكاسيون اي ديفيزيون، عندنا الضرب والقسمه. افيك دي ملتيبليكاسيون اي دي ديفيزيون، يعني الضرب والقسمه. نفس القاعده، dans un calcul sans parenthèse comportant uniquement des multiplications et des divisions on effectue les calculs de gauche à droite. ملي تيكون عندي واحد العمليات بدون اقواس كيتكونوا لنا فقط من الضرب والقسمه، اذا العمليات غادي يبداو من اليسار الى اليمين. وغادي ناخذ اكزامبل. الى لاحظنا هنايا عندنا القسمه ديفيزيون، عندنا ملتيبليكاسيون ضرب، و ديفيزيون قسمه. اذا
ملي كيكون عندي واحد التعبير مكون فقط من القسمة والضرب، إذا العمليات غادي تتم من اليسار إلى اليمين. إذا شنو غادي نديرو؟ 48 نقسموها على 8 غتعطينا 6، نضربوها في 3 مقسومة على 9. غادي نديرو 6 غنضربوها في 3 غتعطينا 18، وغنقسموها على 9، 18 على 9 2. فوالا هادي هي السي. بالنسبة للدي 5 في 8 مقسومة على 10، إذا سلسلة من العمليات مكونة من الضرب والقسمة. إذا الترتيب غادي يكون من اليسار إلى اليمين، يعني غادي نبدأ 5 في 8 اللي هي 40 وغنقسمها على 10، إذا 40 مقسومة على 10 غتعطينا 4. فوالا هادي هي الدي. في الاول شفنا كالكول افيك دي زاديسيون اي سوتراكسيون، تعبير فيه الجمع والطرح. في الثاني شفنا تعبير فيه الضرب والقسمه. دابا غادي نقدروا نلقاو سلسله مكونه من الجمع والضرب والطرح والقسمه، يعني جمعت لينا بجوج هاد القواعد، جوج جمعتهم. دونك عندنا هنايا افيك دي زاديسيون دي سوستراكسيون دي ملتيبليكاسيون او دي ديفيزيون، يعني يقدر يكون عندنا الجمع الطرح الضرب والقسمه. دون زان كالكول سون بارونتيز، دائما حنايا في حساب بدون اقواس. اون افيكتو يعني لي ملتيبليكاسيون اي لي ديفيزيون افون لي زاديسيون اي سوستراكسيون. ملي تيكون عندي واحد الحساب بدون اقواس مكون من الضرب والطرح والجمع والقسمه، دائما كنعطيو الاسبقيه للملتيبليكاسيون او لا ديفيزيون، اما الضرب ولا القسمه، عاد كنمروا لاديسيون سوتراكسيون. يعني ملي تيكون عندي واحد الترتيب فيه الجمع وفيه الضرب وفيه الطرح، غادي نبداو دائما اما بالضرب او لا القسمه، عاد كنمروا الجمع والطرح. ناخذ مثال باش نفهمه. غادي نشوفوا دابا واحد التعبير مكون من الجمع الضرب الطرح القسمه. اذا قلنا ملي تيكون عندنا بحال هذا التعبير، دائما الاسبقيه لما كنعطي الاسبقيه للضرب والقسمه. اذا شنو غادي ندير؟ غنكتب 8 وغادي ندير زائد وغادي نحسب 5 في 3 اللي هي 15، غادي ندير ناقص. قلنا الاسبقيه دائما للضرب والقسمه، 10 مقسومه على 2 5. الى لاحظنا ولا عندنا تعبير مكون من الجمع والطرح. اذا ملي كيكون عندنا واحد تعبير فيه واحد سلسله من العمليات فيها الجمع وفيها الطرح، اذا كنمشيو من اليسار الى اليمين. دابا هنا غنحسبو عادي، نديرو 8 زائد 15 وغادي نكملو اللي هي 23 ناقص 3 18. ومعنايا دارو لينا دابور لي ملتيبليكاسيون اي لي ديفيزيون، يعني كنبداو بالملتيبليكاسيون ديفيزيون عاد كنكملو. دونك باش نلخصو هادشي كامل في حساب بدون اقواس، ملي تيكون عندي واحد التعبير فيه الجمع والطرح، اذا الحساب كيكون من اليسار الى اليمين. ملي تيكون عندي فيه الضرب والقسمه من اليسار الى اليمين، وملي كيكون مجموعين الجمع والطرح والضرب والقسمه، اذا الاسبقيه دائما للضرب والقسمه. كالكول افيك بارونتيز. دون زان كالكول افيك بارونتيز، اون كومونس دابور بار افيكتوي لي كالكول انتر بارونتيز. Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses, on commence par effectuer les calculs dans les parenthèses intérieures. Ici, on a un aquas. واحد التعبير مكون من سلسلة من العمليات. Donc, كنبداو بالأقواس وبالأقواس الداخلية، يعني les parenthèses intérieures. وعاد كنكملو العمليات الأخرى. Donc, غادي ناخدو مثال. إلى لاحظنا هنايا غادي نبداو بالاقواس اللي قلت لكم الداخليه، ما غاديش نبداو بهاد المعقوفات، غنبداو بالاقواس الداخليه الاولى. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو 97 ناقص، غادي ندير 6 في 4 زائد 5 اللي هي 9
ناقص 10 تساوي 97 ناقص. لاحظنا هنايا عندنا الأقواس، يعني نبدأ بالأقواس، ولكن هنايا غادي نتبع القاعدة كتقول لي الأسبقية للضرب. إذا استفدت 54 ناقص 10 97 ناقص، وغنحسب ما بداخل الأقواس. دائما كنحسبو ما بداخل الأقواس. 54 اللي نقصنا منها 10 غتعطينا 44. 97 ناقص 44 53. فوالا. اذا ملي تيكون عندي واحد التعبير فيه لي بارونتيز، دونك كنبداو دائما بالاقواس الداخليه. غادي نبداو بهاد الاقواس الداخليه وعاد كنكملو الحساب. كنبداو دائما حتى كنحيدو داك الاقواس. اذا هنايا عندنا ديستريبيتيفيتي دو لا ملتيبليكاسيون بارابور ا لاديسيون اي ا لا سوستراكسيون، توزيعيه الضرب على الجمع والطرح. غادي نشوفو توزيعيه الضرب على الجمع والطرح. عندنا قاعده خمسة، A, B et K sont des nombres décimaux. إذن A و B و K أعداد عشارية. ملي كتكون عندنا K fois A plus B راه كتساوي لينا، إلا كانت عندنا K A plus B راه كتساوي لينا، يعني كنوزعو الضرب على الجمع. يعني K كنضربها في A، K في A وكندير زائد، وهاد K عاوتاني كنضربها في B، K في B. قالك افيك ا تكون كبر من بي، يعني هاد ا تكون كبر من بي، كاين واحد الشرط. عندنا عاوتاني توزيعيه الضرب على الطرح، ك في ا ناقص بي، غادي نوزعو الضرب على الطرح. اذا غادي ندير ك فوا ا، ك في ا بلس موا باردون موا، جينا عندنا الطرح ك في بي. توزيعية الضرب على الجمع وتوزيعية الضرب على الطرح. نقول لك on dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et à la soustraction. هنايا sont transformés en produit. هنايا الجمع حولناه لجداء البرودوي، ك فوا ا بلس ك فوا بي، ولينا ك فوا ا بلس بي. و برودوي ترانسفورمي اون سوم، وهنايا عندنا جداء حولناه للمجموع، ك فوا ا بلس بي راه كتساوي لنا ك فوا ا بلس ك فوا بي. هنايا في التمارين ملي غنوصلوا للتمارين ديال الكتاب غادي يبقاو يقولوا لنا حسبوا بطريقتين مختلفتين، يعني كاين عندنا لا ميثود الاولى ولا ميثود الثانيه، وبجوجهم في لي ميثود بجوج كيخرج لنا نفس الريزلت. حنا غناخذوا اكزامبل calculons de deux façons l'expression. هاد ليكسبريسيون او هاد التعبير هذا كيساوي لنا 8 في 17 ناقص 4، غادي نحسبو بطريقتين مختلفتين وخصها تخرج لينا نفس الريزلت. نبداو بلا بروميير ميثود. لا بروميير ميثود اننا نحسبو ما بداخل الاقواس. يعني شنو غادي نديرو؟ 17 ناقص 4 نحسبوها هي الاولى. اذا غنكتب 8 ناقص 17 نقص منها 4، يعني نحسب ما بداخل الاقواس. 17 ناقص 4 هي 13، وغادي ندير 8 ناقص 13 104. هذه هي لا ميثود الاولى، اذا كنحسبوا ما بداخل الاقواس. بالنسبه للدوزيام ميثود كتساوي لنا 8 17 ناقص 4. اذا غادي هنايا غادي نطبق القاعده ديال توزيعيات الضرب على الطرح. قلنا ملي كتكون عندنا ك في ا ناقص بي، قلت كندير ك فوا ا، ك في ا ناقص ك فوا فوا بي، ك في ا ناقص ك فوا بي. اذا غادي ندير 8 في 17 وغنكتب ناقص وندير 8 في 4. دونك 8 في 17 غتعطينا 136 ناقص 8 في 4 32، و 136 نقصوا منها 32 غتعطينا 104. اذا
بجوج ديال الطرق خصهم يخرجوا لينا نفس النتيجه، باش يقولوا لنا حسبوا بطريقتين مختلفتين وما يخرجوا لكمش نفس النتيجه، عرفوا راه عندكم خطأ. راه كيحطوه الاساتذه في الامتحان ضروري هذا السؤال ديال احسب بطريقتين مختلفتين. سواء ا ان نومبر ديسيمال ريدويزون ليكسبرسيون اف، عندنا اف 5 في ا زائد 3 في ا. هنا هاد ليكسبرسيون كتكون عندنا ليكسبرسيون اللي هي شويه كبيره، حنا كنصغروها حنا كنبسطوها. دونك هنايا عندنا اف كتساوي 5 في ا زائد 3 في ا. ملي كتكون عندنا ك فوا ا بلس بي، راه هي ك فوا ا بلس ك فوا بي. لاحظنا بلي ان ك كتعاود في الطرفين بجوج، هي هادي كنديرو، عندنا ك كتعاود في الطرفين بجوج، كنديرو ك وكنحلو القوس وكنديرو ا زائد بي. كذلك هنا لاحظنا باش غادي نغيدويزي وكنلاحظو بلي ان مهم باش تعرفوا بان هذا طرف وهذا عاوتاني طرف، كتفصل بيناتهم هاد الزائد هادي. في الطرف هنايا عندنا ا في الطرف الاول، في الطرف الثاني عندنا ا، يعني ا كتعاود لينا جوج المرات. شنو غادي ندير؟ غادي ندير ا في وغنحل القوس. شنو بقى لي في الطرف الاول؟ بقات لي 5 زائد في الطرف الثاني بقات لي 3، هاد الطرف بقات لي فيه 3. اذا ا فوا 5 غادي نزيد عليها 3 غتعطيني 8. ومن الاحسن نبدا بالعدد هو الاول، ندير 8 في ا وعلى ديا اف. عندنا هنايا كونفونسيون ديكريتور، عندنا القاعده السادسه، اون بو سوبريمي لو سين دو ملتيبليكاسيون، ممكن اننا نمسحو الاشاره ديال الضرب الا كانت اونتر دو لتر، كانت ما بين، جاتنا ما بين جوج ديال لي لتر ديال الحروف. صافي، مثلا عندنا ا في بي ممكن نكتبو بلا ما نكتبو فيها، نكتبو ا بي ما نكتبو حتى شي حاجه، ممكن اننا نسيبريمو نحيدوها. devant une parenthèse، الا كانت عندي اون بارونتيز، مثلا عندي نعطيو مثال 5 في ا بلس بي، ممكن نكتب، يعني قال لك devant une parenthèse ممكن نكتب 5 بلا ما نكتب فيه، ندير ا بلس بي. يعني الا كانت جايه بارونتيز كنحيدو في. entre un nombre et une lettre، ممكن يكون اونتر ان نومبر يعني عدد و لتر، مثلا سات فوا اكس، اونتر ان نومبر و اون لتر ممكن نحيدو فيه، غنديرو 7 اكس. دونك امتى كنسوبريميو الاشاره ديال الضرب؟ الا جات ما بين اونتر دو لتر، مثلا ا فوا بي كنحيدوها، او لا جات جا اقواس يعني كنحيدوها، او لا ما بين رقم وحرف بحال 7 فوا اكس ممكن نحيدو، غنديرو 7 اكس، كنسهلو علينا ديك ليكريتور. هما عطاونا لي زيكزامبل، عندنا ك فوا ا، اذا جايانا اونتر دو لتر يعني جايه ما بين جوج ديال الحروف. هنايا entre un nombre et une lettre يعني جاتنا ما بين 6 فوا y كتساوي لنا 6 y، يعني جاتنا ما بين un nombre et une lettre. وهنايا devant une parenthèse يعني كاينه واحد البارونتيز كنحيدو داك الرمز ديال في، ما كيبقاش. هنا قالك attention، هنايا كاين خصنا ننتبهوا، هنايا عندنا 3 في 4 كتبقى لينا 3 في 4، ما كنحيدوش الفي، ما غنكتبوش 4 و 3 راه خاطئه. ملي كيكونوا عندنا ما بين جوج ارقام راه ما كنحيدوش الفي، 3 في 4 راه هي 3 في 4 راه ما غنحيدوش الفي. وعندنا 1 في اكس، يعني الا كانت عندنا 1 في اكس ممكن نكتبو اكس، مثلا هكا عندنا 1 في اكس راه هي اكس، مثلا 1 في ايغريك راه ايغريك، زد فوا ا راه زد. داكوغ، فوالا هذا هو الدرس ديال انشينمون دوبيراسيون سوغ لي نومبر ديسيمون اونتيي. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.